تنفيذا لأمر صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء بتنفيذ 3000 وحدة سكنية في مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني والإسراع في وتيرة الخدمات الإسكانية، أعلن معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بدء الأعمال الإنشائية في مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني. وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لما يوليه جلالته من رعاية واهتمام بتحقيق تطلعات المواطنين عبر توفير الخدمات الإسكانية، والذي يتجسد في مواصلة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تنفيذ أمر جلالته أيده الله ببناء 40000 وحدة سكنية، والتي تم ترجمتها من خلال إدراجها في برنامج الحكومة السابق والحالي، وذلك في إطار خطة إسكانية متكاملة. وأكد معاليه أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء في تنفيذ مشروع المدينة الإسكانية الثامنة يمثل إنجازا تنمويا جديدا يضاف إلى المكتسبات الوطنية في قطاع الإسكان الذي شهد خلال القرن الماضي ومطلع الحالي إنشاء مدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد، وتم خلال السنوات السبع الماضية إنشاء المدن الجديدة ممثلة في مدينة خليفة ومدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة الرملي، والتي تم افتتاحها جميعا وشغل مراحلها الأولى تدريجيا من خلال توزيع الوحدات الإسكانية على المستفيدين من المواطنين. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد تفضل صباح اليوم بزيارة موقع مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني إذانا ببدء الأعمال الإنشائية، يرافقه سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. كما حضر الزيارة سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء، ومعالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، وسعادة السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، وعدد من أصحاب السعادة النواب وأمين عام أمانة العاصمة والمسؤولون من الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة. وخلال الزيارة قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إن تنفيذ 5 مدن إسكانية في وقت متزامن يمثل نقلة نوعية على صعيد كثافة وسرعة وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية بالمملكة، وقد أثبتت فكرة تنفيذ المدن الجديدة نجاحها في استيعاب طلبات المواطنين وتكوين مجتمعات حديثة ومتجانسة اجتماعيا. وأشار معاليه إلى أن كافة المشاريع الإسكانية تحظى بمتابعة مستمرة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وذلك من خلال التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية الخدمية للتأكد من تزويد المدن والمشاريع الإسكانية بالمرافق والخدمات بشكل متزامن مع الإنجاز في الأعمال الإنشائية، بما يكفل توفير عنصر الاستقرار ومعيار جودة السكن ورفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها الأساسية. وتنفذ وزارة الإسكان مشروع مدينة شرق سترة بكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دينار، وتوفر المدينة أكثر من 3000 وحدة سكنية وقسيمة على 3 مراحل بما في ذلك أعمال البنية التحتية للمدينة الجديدة. من جانبه رفع المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة انطلاق العمل في مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني، الأمر الذي يعكس الرعاية والدعم اللامحدود للخدمات الإسكانية بالمملكة. واختتم سعادة وزير الإسكان تصريحه بالإشارة إلى أن الوزارة ستسعى من خلال تعاونها مع شركة صينية إلى تسريع وتيرة العمل بالمشروع طبقا للجدول الزمني لخطة البناء والتشييد، مؤكدا تعاون الجانب الصيني منذ إبرام عقد تنفيذ المشروع في ديسمبر الماضي، مرورا بمراحل الإعداد والتجهيز وتهيئة الموقع لبدء أعمال البناء.
إذانا ببدء العمل في خامس المدن الجديدة، انطلقت الأعمال الإنشائية والبنية التحتية في مشروع شرق سترة الإسكاني، وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء قد تفضل بوضع حجر الأساس لمشروع مدينة شرق سترة في عام 2015، لتبدأ بعد ذلك عملية الدفان البحري تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية والبنية التحتية في المشروع، والذي ستقوم وزارة الإسكان بتنفيذها بالتعاون مع شركة هندسة الماكينات الصينية. هذه الاحتفالية الإعلان عن بدء العمل في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة، تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هذه المدينة الخامسة بعد مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد وضاحية رملي. طبعا هذه تمثل إنجاز حقيقي في الملف الإسكاني، تنفيذا للأمر السامي لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى بتنفيذ 40,000 وحدة سكنية، وأيضا تعكس الرعاية السامية الكبيرة للملف الإسكاني من لدن سيدي صاحب الجلالة أيده الله. طبعا احنا ان شاء الله في المرحلة المقبلة راح نواصل عمل في استكمال بناء هذه المدن، بالإضافة إلى أن الوزارة إن شاء الله لديها مبادرات وبرامج كفيلة بأن تسرع في أن يحصل المواطن على الخدمة الإسكانية. مشروع مدينة شرق سترة يعد أحد المشاريع الرئيسية التي أدرجتها الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل للبلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن بناء 40,000 وحدة سكنية، كما يدخل المشروع في إطار جهود العمل على توفير 25,000 وحدة سكنية التي ينص عليها برنامج الحكومة الحالي، وتأتي تجربة التعاون مع الجانب الصيني لتحقيق العديد من الإيجابيات أبرزها الاستفادة من الخبرات الصينية في إدارة المواقع وتنفيذ الوحدات والبنية التحتية. بظروف يعني انتشار جائحة، ونحن بظروف يعني بحرين ملك حكومة والشعب تصدى هذه الجائحة وهذه الظروف، وكمان يعني تهتم هذا المشروع كما تدل على أن اهتمام كبير لحياة الشعب. يعني هذا مشروع لإسكان، مشروع يعني إسكان حكومية للشعب، وإحنا يعني على ثقة تماما بأن هذه علاقة ودية بين بلدنا وديدة جدا، ونحن نتطلع يعني إلى مجالات أكثر، ونحن نتمنى اليوم كمان هذا المشروع موفوق بكل نجاح. المشروع هذا صار له فترة، الأهالي ينتظرونه، وطبعا مشاريع الإسكانية من المشاريع المهمة، ونشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسعادة الوزير على الجهود هذه المهمة التي يعني تهتم بالمواطنين والتطوير والتنمية. ويتضمن المخطط العام لمدينة شرق سترة كافة المرافق والخدمات التي تخدم قاطني المدينة، كما توفر المدينة التي تمتاز بموقعها الساحلي وجهات بحرية بطول أكثر من 6 كيلومترات. ها نحن اليوم نشهد قطف ثمرة من ثمرات الحكومة الموقرة التي تنفذها وزارة الإسكان في خامس المدن الإسكانية الجديدة لتلبية الطلبات الإسكانية لآلاف الأسر البحرينية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.